عليك يا كسول، لا فهم ولا شيء، وانت التاني قاعد بالصف هيك كمالة عدد. انا عارف من وين بيجيبوا هالطلاب. تفضلي انت يا شطورة، وانت كمان يا فهماني يا شاطرة، هيك بدي اياكم. ازاي هدوك وجود على الفاضي؟ شفتوا شو قال الاستاذ؟ هي قالك مالة عدد كمان. يي سقطين سقطين. بسيطة بسيطة، نطلع يا برا بتشوفوا. والله لنخلص عليكم. طيب طيب بتشوفوا القتل إيشا. شوفي اللي عم تتقتل يا أولاد. والله يا مدير هني كانوا يسمعونا حكي ويقولنا سقطين، والأستاذ كمان كان يسمعنا حكي مثلهم هيك. بس انتو ما لازم تحكوا لبعض هيك حكي، ولازم تكونوا أصحاب ورفقة وتحبوا بعض، وأبدا ما لازم تسمعوهن حكي مش منيح، والمفروض تساعدوهن ليدرسوا ويتحسنوا. وانتو كمان لازم تدرسوا وتتحسنوا وتصيروا من الشاطرين، وهيك الأستاذ ما بسمعكو كلام ولا رفقاتكو كمان. وي أول ألعب أرفع العب العب شوف على السريع يلا العب أنا هون يلا عنده نحن أول إشرف أرفع يلا أنا كسرت الأزاز افرقوا عليك. ولا انا بورجيك تعال. اوي اوي خلاص يا عم. يا بخلي يتركوا شو ما حرام عليك. يروحوا ينقلهم من هون، كسر الشباك وانا نايم. طيب طيب شو بدنا نعمل؟ ما في محل تاني يلعبوا فيه، عملوا لي مكان يلعبوا هيك احنا بنرتاح وانتوا بتنبسطوا. اه والله معاك حق يا ام احمد، لازم يكون عندنا مكان امن لنلعب ونفرح وانتوا تناموا وترتاحوا.